يا كنال اربع كبريات في الكيلو مبطرخه نتايات. فين البطروخ؟ فرجنا على حضرتك البطروخ. البطروخ الاصفر دي حجم صغير لكن هنا كله خفيار، يعني دي اكبر كله خفيار. ده سعره كام الكابوريا ده حضرتك؟ ببيعه ب 400 و350 للحبايب ب 300. ودي كابوريا حجاري استاخوذة بتعيش في الحجر مع الاستاخوذة. الاستاخوذة عامله 2000 جنيه دي حضرتك، خلي بالك. ودي حضرتك ببيعها ب 350 ليك ب 300. 300 الحجري. بس انا شايف دي لونها اصفر ودي لونها ازرق، ايه الفرق؟ دي حضرتك نتايات مبطرخه. نتايات دي الكره كلها لحم. دي لحم بس، دي لحم البطروخ. تمام. الوقت ده من السنه بيبقى الكابوريا كابوريا تتاكل في شهر طوبه وشهر انشير في السنه كلها. ودي صغيره قوي، بكام الصغيره دي؟ حضرتك الصغيره كلها دي فضل ببيعها ب 110 و100، دلوقتي ببيعها كيلو ونص ب 100. كيلو ونص ب 100 يعني 65 جنيه. ودي دخاره الحمد لله من بعد 100 او 80 كيلو ونص ب 100.